اليوم احنا نشارك في هذا الحدث الاستثنائي سيتيسكيب العالمي، مشاركتنا الديار العربية عبر متحف الديار العربية اللي نحكي فيه قصة الديار العربية انطلاقا من قيامها. اليوم الديار العربية هو المطورين العقاريين يقودون المرحلة هذه اللي هي تشهدها المملكة العربية السعودية وتوجهها وتقودها رؤية بعيدة يقودها قيادتنا المباركة. اليوم احنا في الديار العربية لدينا استثمارات في مدن المملكة المتنوعة. في قطاع الضيافة اليوم وقعنا على إنشاء فندق في وجهة مسار، راح يكون هو باكورة مشاريع الضيافة في المملكة، وراح يكون يتبع إن شاء الله فنادق في مكة المكرمة ومدن أخرى.